مساء الخير على كل حضراتكم، معكم في هنا مسبيرو. وزي ما شفنا في التقرير الماضي، الحقيقة أن اهتمام الدولة كبير، ليس فقط بالمصريين داخل مصر وببناء الإنسان، ولكن أيضا بالمصريين خارج مصر. المصريين في الخارج يعني تهتم بهم الدولة اهتمام كبير جدا، تقدم لهم مجموعة كبيرة من الخدمات. عايزين نقول أن في حوالي 14 مليون مصري يعيشون في أنحاء العالم، ولكن قلوبهم داخل الوطن ويرتبطون ارتباط كبير جدا بمصر. بالأمس واليوم انتهت فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تحت عنوان مصر أم الدنيا. شارك فيه مجموعة كبيرة جدا من المسؤولين عن الجاليات في كل المجالات ولقاءات مع مختلف الوزارات، وكان هناك حديث كبير جدا وحديث مباشر بدون وساطة. الحقيقة أن هذا الحديث هو مهم جدا. هذه هي النسخة الخامسة، ولكن هناك تطورات كثيرة يجب أن يعني نتحدث عنها ونعرف إيه اللي بيحصل، إيه هي تطلبات أو متطلبات المصريين في الخارج، وإيه هي الأخبار الجديدة. والحقيقة أن إحنا بنسعد بضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا النهاردة طبعا في بلده العزيز مصر، أستاذ محمد إبراهيم أبو العيش، مستشار إعلامي بالمملكة العربية السعودية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالسعودية. مساء الخير يا فندم. مساء الفل، الله يخليك. منور مصر يا فندم. أنا سعيد بوجودي مع حضرتك، وسعيد يعني بالمبادرة اللي تمت. هي الحقيقة ده الاجتماع الخامس اللي حضرناه، والحقيقة كان يعني إن شاء الله مبادرس خير، وانتقال الوزارة تبقى تحت الجاليات، تبقى تحت مظلة الخارجية، كانت خطوة جيدة جدا. إن شاء الله حياته يثمرها قريبا يعني. إن شاء الله. إحنا لسه هنتكلم عن هذا الموضوع، لكن في البداية عايز أعرف من حضرتك، يعني الأمس واليوم كان ختام اليوم هذا المؤتمر المهم جدا الحقيقة، عايز أعرف من حضرتك إيه هي أهم الفعاليات وأهم النتائج اللي خرجتوا بيها من هذا المؤتمر؟ هو الحقيقة أمس كانت الافتتاحية، كان السفير بدر عبد العاطي معالي الوزير بدر عبد العاطي وزير الخارجية ألقى كلمة. الحقيقة كل الناس استريحت لها لسبب بسيط جدا، انه حسينا ان هم درسوا الموضوع باحترافية، لدرجة ان هو يعني قفل مواضيع كتيرة جدا من قبل ما نناقشها. يعني كان من ضمن المشاكل مثلا قصة التأمين على الصحي على المسافرين، كان من ضمن المشاكل نقل الجسامين، كان من ضمن المشاكل يعني سرعة إنهاء الإجراءات للجوازات اللي هي بتقعد بالشهور. كل الحاجات دي كلها هو نفسه بدون ما نتكلم هو حلها، وكلها كانت محل دراسته، وفي حاجات تانية كتير جدا هنتكلم عليها. بس يعني قصدي ان هو يعني 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 واضح جدا انها كانت خطوه ان شاء الله جيده، وان شاء الله تاتي ثمارها جيدا يعني نقدر نقول ان هي بتفتح ابواب اكتر للتواصل ما بين المصريين في الخارج في مختلف دول العالم وما بين وطنهم الام مصر. حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا، احنا طبعا دمج وزاره الهجره مع وزاره الخارجيه، اعتقد ان ده سهل كتير من الاجراءات للمصريين في الخارج. احنا يعني على مدار سنوات، يعني انا بشتغل في المجال ده في الجاليه في السعوديه من اكثر من 30 سنه. الحقيقه كل علاقاتنا هي اكبر جاليه بتهيألي في السعوديه. الجاليه المصريه في السعوديه اكبر جاليه للمصريين يعني خارج. 2 مليون وقاعدين يعني اللي هم مقيمين، و2 مليون اللي هم حج وعمره، ودول يعني بيزيدوا ويقلوا على مدار السنه. الحقيقه الموضوع كان علاقتنا كلها كان من خلال السفارات والقنصليات والمكتب الأمن في السفارة ومكتب فقصدي مش جديد علينا أو إن احنا نتعامل مع الخارجية، يعني هو كانت موجودة اوريدي على أرض الواقع. فانتقالها للخارجية رسميا حسينا إن شاء الله هتأتي ثمار جيدة، لأنه هم اوريدي هم اللي بيساعدونا، هم اللي بيقفوا معانا، هم اللي بيحلوا لنا كل مشاكلنا، واحنا كمان يعني هم حتى مسمينا هناك احنا الذراع الايمن للقنصليه، لان كل الجاليه هناك في السعوديه والناس المحترمين اللي بيشتغلوا في المجال العام هناك كلهم ناس بيقدموا خدمات جليله وبيحلوا مشاكل كتير جدا للناس المصريين المقيمين هناك، وما اكثر هذه المشاكل.
بالتأكيد. طيب بما ان حضرتك ذكرت هذه المشاكل وحل هذه المشاكل، الحقيقة ان في عدد كبير جدا من المشكلات زي ما حضرتك تفضلت، يعني سيرة الوزير بدر عبد العاطي قال انه اصبح فيه هناك حلول كثيرة. يمكن نتكلم بداية يعني عن فكرة نقل الجثامين. في احنا عارفين ان في ناس كثير او ان ما كانش اغلب المصريين بيقول لك انا اعيش بره لكن ادفن في بلدي جنب أهلي. عايز أعرف من حضرتك هذا التسهيل لنقل الجثامين في حالة الوفاة. عايز أقول لحضرتك، هو طبعا قبل يعني الكلام الجميل اللي قاله معالي الوزير امبارح بأن المصري يعني في عينينا سواء أن هو عايش وكرامته برضه لما يموت، ونقل الجثامين دي مسؤولية علينا. كلام كان الحقيقة مؤثر جدا، إنما فعلا إحنا كنا زمان بنعاني من الموضوع ده، وكانت العملية بتتم بجهود ذاتية وده مش سهل. رغم أن المشكلة دي على فكرة أعتقد أنها بالنسبة لنا في منطقة جدة يعني محدودة شوية، لأن في ناس كتير هناك يقول لك أنا أدفن في مكة، أدفن في المدينة، يعني دي بركة وبتاع، فأهله بيوافقوا وبيدونا الموافقة إنما طبعا في ناس في الرياض وفي الدمام وفي الخليج وفي دول كتير جدا وخاصة أوروبا وأمريكا بيطلبوا نقل الجثامين لمصر عشان يبقى يعني محل أولاده يعني. فإذا تم تسهيل هذا النقل على حساب أو على نفقة الدولة وإجراءات ده وعد صريح من معالي الوزير، وقالها كده صراحة، وإن الدولة مسؤولة عن الموضوع ده، وحتى رغم إن هو يعني أشار حتى للظروف والكلام ده الاقتصادية، إنما عندي مسؤوليتنا إحنا كدولة إن إحنا ننقل الجثامين لغاية مصر. فدي يعني طبعا المواطن خارج مصر يحس إن هو مطمئن على نفسه حيا أو حتى بعد وفاته إنه يتم تكريمه وتكريم أهله طبعا. يعني في كمان من ضمن المبادرات اللي أشار إليها وناقشناها امبارح والنهارده اللي هي موضوع التأمين الطبي. يعني في وثيقة التأمين كانت معمولة على الجواز ما كانش لها فعالية كافية. لا اتعمل، جت شركات محترمة وعملت حتى برزنتيشن في المؤتمر عن الخدمات اللي هتقدم للعلاج للمسافر خارج مصر، للمصري خارج مصر. ودي خطوة ممتازة جدا، لأن برضو كان بنعاني من مشاكلها كتير جدا خاصة في الحالات المرضية المستعصية. يعني أي مواطن مصري في الخارج يقدر يعمل تأمين طبي بيعمله قبل ما هيسافر. إجراءات الجواز هياخد وثيقة التأمين. فدي هتبقى كويسة جدا وهتحل مشاكل كتير جدا. دي نقطة طبعا مهمة جدا. طيب أيضا برضو عايزين نتكلم على فكرة بقى الاستثمارات لدى المصريين في الخارج، ويعني احنا شفنا يمكن في التقرير في تقديم تسهيلات كتير للمصريين في الاستثمار العقاري وفي غيره، وأيضا وديعة معاشية بالدولار وغيره. عايزين نتكلم برضو عن هذه النقطة، لأن احنا عارفين أن كل اللي بيسافر بيسافر عشان هو عايز يعني يعمل في النهاية مثلا حصيلة بعد كده يتقاعد ويستفيد بها. يعني ما هو احنا يعني الموضوع ده بدأ من 2013 بمشروع أراضي بيت الوطن. وللأسف حصل فيها بعض التعثر حتى لدرجة أن في بعض الناس إلى الآن لم يستلموا الأرض، رغم أنهم قالوا سنة ونص وبقالنا أكثر من 12 سنة. وطبعا في ناس استلمت، وبعدين في ناس حتى بدأت تبني وكلام. فهو مشروع كويس، والحقيقة المصريين دخلوا فيه بحماس شديد جدا. فاحنا نتمنى انه يكون يعني المبادرات كلها لها فعاليات واقعيه، بحيث ان هي يبقى فيها مصداقيه عشان الناس اللي بره. طبعا كل واحد بيبقى محوش قرشه على قد امكانياته وعلى قد ظروفه، وبيحلم بالبيت وبيحلم بانه بالاستقرار والكلام ده. فاحنا نتمنى ان شاء الله ان الخطوات اللي جايه تبقى اوقع. فطبعا المشروعات العمرانية المنتشرة في مصر الآن إن شاء الله يكون لها قبول يعني عند كل المصريين،
فقط. هل حضرتك شايف يعني من خلال خبرتك طبعا، وحضرتك عندك خبرة كبيرة، ان المصريين في الخارج عموما عندهم اقبال او شايفين او حاسين بهذا التغير الكبير اللي حصل في وجه مصر وفي العمران وفي المشاريع الكبيرة اللي حصلت والمدن الجديدة الكتيرة؟ اللي بيحصل في مصر النهارده مش حتى على مستوى المصريين، حتى على مستوى الاجانب، حتى على مستوى الخليجيين اللي بينزلوا مصر بيندهشوا، لان طبعا الطرق والامكانيات وتطور حتى وسائل المواصلات. حضرتك في الخارج تقدر تشوف الصوره بشكل اوضح طبعاً مننا طبعاً يعني. ده حتى هم نفسهم يعني حتى العاصمه الاداريه ما شاء الله، العالمين طبعا. طبعاً حتى يعني انا كنت في زياره للمنصوره الجديده، حاجه ما شاء الله، حاجه اعجاز يعني، حاجات مشروعات قوميه كبيره جدا هيبان اثرها مع الزمن مع المستقبل. بس احنا عايزين كمان ان احنا يعني نحاول ان احنا بقدر الامكان ان احنا نعمل اسلوب يعني للتسويق ما نعتمدش فيه برضه على المصريين بس. المشاريع دي عايزه كمان ان احنا نستقطب عمله حره من خلال الخليجيين والناس اللي هم بيعشقوا مصر ويتمنوا ان هم يكون لهم في مصر. بس احنا اعتقد ان ده مؤخرا بدا يعني، ما هو شفنا بدا مجموعه ايوه من بس مش بالكفاءه يعني. حضرتك لو تشوف الشركات مثلا اللي في دبي وفي تركيا واللي في حتى في اليونان حتى في قبرص بيعملوا دعايه رهيبه جدا على مشاريعهم وبيدوا كمان مميزات يعني مثلا اقامه يدي مثلا لو هو بيدور على اي مشروع استثماري اعمل له تسهيلات استثماريه وده هنتكلم فيها الموضوع الاستثمار ده لانه موضوع حيوي ولازم ان هو ان شاء الله يعني. ايه اقتراحات حضرتك؟ احنا عارفين دلوقتي يعني بدا انه يبقى في تسهيلات كتير للاستثمارات سواء من داخل مصر او من خارج مصر، وفكره ان احنا يبقى عندنا شباك واحد، فكره القضاء على الروتين، فايه هي التطلبات المصريين في الخارج وايه اقتراحات حضرتك في هذا الشان؟ شوف حضرتك موضوع الشباك الواحد ده أنا بسمع عنه من زمان إنما ما شفناهوش على قد الواقع. يعني حضرتك أنت الآن بالنت ممكن تفتحي شركة في دبي، ممكن تفتحي شركة في السعودية، ممكن تفتحي شركة في ماليزيا وبرسوم قليلة جدا، واخد بال حضرتك؟ فأنت إحنا النهاردة في مصر فين من الكلام ده؟ إحنا يعني أنا بشوف ناس مستثمرين بيتعبوا جدا جدا جدا، حتى اللي بيشتغلوا في مجال الصناعة موافقات من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، فين بقى الشباك الواحد؟ ومش عايز أقول لك يعني بيقعدوا سنوات عشان يطلعوا التصريح ده، رغم إن هو المفروض إن هو ما ياخدش أكتر من أسبوع 10 أيام شهر. لا احنا الحقيقه في لقاءات قريبه هنا لينا في البرنامج يعني كان عندنا وعد بانها مش هتستغرق اقل من او اكثر من عدد قليل جدا من الايام، يعني 5 ايام او حاجه مقارنه بما لا كان يحصل. ما بحتاج بس الحقيقه معالي الوزير كامل الوزير ربنا يا رب يديله الصحه والعافيه داخل بشده في الموضوع ده وبيحاول يعمل. المشكله مش في القيادات، المشكله بتبقى من تحت. فلازم ان الوزارات والجهات دي تاخد بالها من الموضوع ده جدا بحيث ان يعني تبقى العملية منظمة بطريقة أحسن من كده وأسرع من كده، وبحيث إن احنا يعني ننهي إجراءات الناس دي ونحل لها مشاكلها مشاكلهم بالسرعة المناسبة يعني. طيب بمناسبة حل المشاكل بالسرعة المناسبة، أعتقد إن كان في برضو من الموضوعات المهمة جدا ومعلقة بشأن المصريين في الخارج هي فكرة تسوية الموقف من التجنيد بالنسبة يعني المصريين المولودين هناك من الجيل الثاني واللي تعدوا سن التجنيد، فريق برضو حضرتك تكلمنا عن الموضوع ده. هي كانت مبادرة طيبة لأنها كانت عاملة مشكلة جامدة جدا بالنسبة لبعض الأجانب اللي هم أو خاصة المصريين المقيمين في الخارج، لأن أنت عارفة حضرتك يعني في بعض الدول بتطلب مثلا باسبور ساري يروح يجدد الباسبور يقول له لا ما فيش تجديد باسبور لأنك أنت عندك تجنيد، فطبعا كده بيتعطل وممكن شغله يأثر عليه وممكن يخسر حاجة كتير. فطبعا حلت مشاكل جامدة وهي بدأت وانتهت يعني المبادرة الآن، بس احنا بنسعى جيدا وفي وعد ان شاء الله ان هم يفتحوها تاني لانها بتحل مشاكل جدا بالنسبة للعائلات. هو المصري بره بيدور عليه على اولاده
ومصالحهم والتعليم وتجميله واستكمال تعليمه، وبعدين في الاخر طب ما هو بيدور على وظيفه كمان اكيد، لان عشان ما انا بقول لحضرتك فهو ده امل كل واحد بالنسبه لاولاده. فدي حلت مشكله جامده جدا جدا بالنسبه للمصريين في الخارج. بس هي انتهت المبادره، بس ان شاء الله يعني هل حضرتك شايف ان احنا في حاجه الى مبادره اخرى، يعني لاي امور تمديد لاي امور معلقه في هذا الشان؟ يعني ما هو تمديد وبرضه كان في مشكله جامده بالنسبه لقيادات السفر، ومعالي الوزير بدر امبارح الحقيقه وعد انها تنتهي بسرعه، والحقيقه كمان هو معالي الوزير معاه مساعد قوي جدا معالي السفير نبيل حبشي، الحقيقه اجتمعنا بيه النهارده كذا مره، هو انسان كويس جدا وفاهم الموضوع وعايز يعني ينفذ، يعني اهم حاجه عندهم التنفيذ يعني، وده اللي يهمنا. احنا مش عايزين اكتر من التنفيذ، اكتر من الوعود والكلام ده. طيب ايضا برضو من الحاجات المهمه جدا واللي هي فضلت فتره طويله طلب للمصريين في الخارج، وكان في مبادره اعتقد انها انتهت، ولكن هي فكره العربيات، ان المصريين نزلوا عربياتهم في الخارج. يمكن حصل بعض الكلام عن سوء استغلال البعض، ولكن تم انهاء هذه المشكله. عايز اعرف من حضرتك ماذا يطلب المصريين في هذه المبادره بالتحديد؟ هي المبادرة للأسف انتهت، إنما برضو يعني هل عايزين تمديد؟ احنا عايزين نجددها وننظمها أكثر من كده، بحيث إنها يعني ما يخش فيها تلاعب، ما يخش فيها تجار السيارات، ما يخش فيها الكلام ده، بحيث إن تبقى خدمة للمصري فعلا من خلال وجوده خارج، سواء السيارة له ولعيلته. فالحقيقة برضو برضو من الحاجات دي كلها مشاريع درت على البلد دخل كويس، وخاصة العملة الحره زي الدولار واليورو والكلام ده كله. فبرضو احنا نتمنى انها تمتد المبادره، وان شاء الله تمتد. واي حاجه يعني شوفي زي ما بقول لحضرتك كده، احنا كمصريين في الخارج عانينا كتير خلال السنوات اللي فاتت. انا بقى لي 45 سنه في السعوديه، وكنا بنطالب حاجات كتير جدا، وللاسف يعني وكان كل الكلام ده كنا بنطلبه وكنا بناخد وعود، انما الحقيقه ابتدت تبقى على ارض الواقع وابتدت تتنفذ، ودي حاجه كويسه، يعني حاجه كويسه ان يعني حضرتك لامس الفرق ولامس الاهتمام بالتنفيذ الفعلي. طبعا. وبرده الشكر لمعالي السفيره نبيله مكرم ومعالي السفيره سوى الجندي، برده كان لهم دور فعال في الفتره اللي فاتت. انما ان شاء الله ان شاء الله احنا عاملين اكتر مع وزاره الخارجيه، لانها امكانياتها اكبر. الخارجيه والهجره بقى. ما هي الخارجيه والهجره، لان هم امكانياتهم اكتر ورجالتهم على ارض الواقع، يعني هي مش جديد عليهم على فكره الموضوع ده، يعني طول عمرنا كان بيجي لنا كل سنه مساعد وزير الخارجيه لشؤون العاملين بالخارج، وكان بيجي يزورنا وبتاع ويسمع مننا والكلام ده كله، بس اصبح الان المسؤوليه عليهم، وتم تعيين فعلا مساعد الوزير معالي السفير نبيل حبشي. فان شاء الله ان شاء الله خير يعني باذن الله. طيب لان الاوقات الحلوه بتمر بسرعه، فاضل لنا دقيقتين يا فندم، فحضرتك ايه اللي حابب تقوله في يعني هذه الدقائق القليله؟ كلمه اخيره حضرتك حابب تقولها او توجهها حتى للساده المسؤولين او للمصريين؟ احنا لسه ما اتكلمناش. طيب والله بقول حضرتك يا فندم الوقت بيمر سريعا جدا، يعني احنا يعني الحقيقة يعني احنا اتكلمنا في موضوع السيارات، اتكلمنا في موضوع نقل الجسامين، حتى كمان كان من ضمن الموضوعات اللي نقشت كان في مشاكل الستات ومشاكل النفقة ومشاكل الطلاق ومشاكل الكلام ده، وجات حتى والحقيقة برضو كانت محاضرة كويسة. أكبر مشكلة يمكن كانت يعني بتثار في المؤتمر مشاكل التعليم، وخاصة بره وفي الخارج. حضرتك بتقصد معادلة الشهادات يا فندم؟ مش معادلة الشهادات، مشاكل التواصل ما بين المسار المصري، التعليم المصري وبين الأبناء هنا في الخارج. حتى اللي بيتعلموا بره وبياخدوا بره بيجوا هنا بيصدموا بأن لهم 5% فقط في الجامعات، فدي طبعا كان في مطالبة بزيادة النسبة عشان الكلام ده كله. أنا بقى عايز إيه؟ يا فندم اتفضل. طيب أنا ليا مطلبين. أول مطلب
من حق المصريين ان هم يقعدوا مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة الراجل ده يعني كلنا بنعشقه وكلنا بنحبه وكلنا وراه، فمن حقنا ان احنا نقعد معاه ويسمعنا ونسمعه. دي حاجة هيبقى لها أثر جامد جدا، وهو ما شاء الله يعني فعال جدا في حل المشاكل، ورغم ان انا لا أشك أبدا لحظة ان شاء الله ان وزارة الخارجية هتقوم بدورها كاملة وستعمل. المطلب الثاني والأهم عن موضوع التحويلات برضو اتكلموا فيه في المؤتمر، ولدرجة ان هم هيفعلوا خدمة الانستباي ما بين بره وهنا، فدي طبعا هتدي سهولة تدفق في التحويلات. الحقيقة في حاجة تانية يا فندم، الوقت انتهت، تفضل سريعا. يا ستي ربنا يكرمك واشكرك، وان شاء الله باذن الله الخير لمصر وتحيا مصر. تحيا مصر طبعا، وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا في بلدك يعني مصر طبعا. وسعدنا جدا باستضافة حضرتك استاذ محمد ابراهيم ابو العيش، مستشار اعلامي بالمملكة العربية السعودية، وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، وأيضا نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالسعودية. شكرا جزيلا يا فندم، بارك الله فيك، نورتنا، وإن شاء الله يكون لنا مزيد من اللقاءات تتحقق فيها كل المطالب المصرية في الخارج. أنا جاهز في أي وقت، وإن شاء الله خير بإذن الله، وإن شاء الله إن شاء الله نجتمع دايما على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا يا فندم. وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وزي ما شفنا المصريين جوه مصر والمصريين بره مصر هم في قلب هذا الوطن. وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، تحيا مصر، تصبحوا على ألف.